وحول هذا الموضوع يسرنا ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر. مساء الخير أستاذة سوسن. شهد البيت الأبيض هذا المساء حدثا تاريخيا كبيرا على مستوى المنطقة والعالم بتوقيع اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة إسرائيل، وإعلان تأييد السلام أيضا بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل. حدثينا عن الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث على مستوى المنطقة والعالم. مسي عليك بالخير وعلى المشاهدين الكرام. بداية يعني أكبر دلالة على أهمية هذا الحدث أن العالم كله ينقل الحدث وبترقب شديد لهذا المنعطف التاريخي الذي يحدث في منطقتنا لأول مرة. رؤية جديدة، استراتيجية جديدة، رؤية أمنية جديدة للمنطقة تختلف اختلافا تاما عما سبق. الآن نستطيع أن نقول ما قبل الاتفاقية ما قبل وما بعدها أمر جديد مختلف تماما. نحن مقبلين على اتفاق يحمل سلام للمنطقة ولنا، ولا فيه أي يعني ضد أي دولة سواء كانت مجاورة أو غير مجاورة. هذه الاتفاقية هي فقط معنية فيها البحرين ودول مجلس التعاون والمنطقة العربية لتعيش فترة ازدهار تختلف عما سبقها. نعم الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر، شكرا جزيلا لك.